المكان لا حول ولا قوة إلا بالله. خليني أقوم أبدأ أقدم الحلقة. آه لا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين يا إدارة هذا المستودع الفاشل بتدافعوا عني وتوقفوا معايا؟ شوفوا إيش صار فيا، واحد في عمر الشباب اتكسرت. حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، الله المستعان اللي في بالي. يا رجلي، يا يدي، يا راسي. لازم، المشكلة أنا موقع معاهم عقد، هذول لازم أقدم الحلقة اليوم، كيف نسوي ما نعرف. لازم أحد يدفني ويساعدني اليوم إن شاء الله. يا شهد، شهد تعالي يا شهد. تعالي دفيني دفيني دفيني، الله يعطيك العافية. ايوه، بشويش 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 بشويش، لا حول ولا قوة الا بالله. بس 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 بس، مو هنا مو هنا، كيف نمشي بالله يا شهد؟ لازم نرجع دقيقة بس، بحب اقول انا حاجة. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا اللي ببالي، الله المستعان. حسبي الله، رجعيني رجعيني يا شهد رجعيني. بشويش، كتفي 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 كتفي، يلا ارجع ارجع ارجع. لبيني تمام، انت ما تعرفي ولا ايش؟ الله، ايوه كذا، لا حول ولا قوة الا بالله. يلا دفي دفي بشويش، لا تخش بطبات. ايوه بشويش. الله يسامحك يا شمراني، الله يسامحك يا شمراني، كسرت شبابي يا شمراني. قلت تعالي تعالي وقف هنا، يلا تعالي وقف جنبي هنا، تعالي هنا، امسك شادي شوية، يلا امسكيني امسكيني، يلا قوميني قوم. الله الله الله، ربي ساعدني يا ربي، هاتي وحدات. خلاص الثانية، تعالي انت معايا جنبي هنا، تعالي. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربي ساعدني يا رب. اللهم لا عيش الا عيش الاخرة، والله شفنا شفنا الاخرة، الله المستعان من ضرب الشمراني. لكن ايش نسوي دحين؟ ايش رايك تعرفي تقدمي انت الحلقة بدالي؟ قدمي الحلقة بدالي وانا ارتاح اليوم، انا اقسم بالله ماني قادر اشيل نفسي. اخذت بروفتال ما فاد مني، اخذت فلوتاب ما اخذ مني حاجه، اخذت فنادول ما في اي فايده، حتى اخذت تميس لبلب ما في فايده. والله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم. طيب اسمعي مني، ايش نسوي؟ روحي لا تديكي بهادي على راسك، روحي روحي، لا تضحكي كمان، الله المستعان. أنا عندي فضفضة هنا مع الجمهور، أرحب فيه دحين ولا بيجي يكسرني زيادة هذا؟ ولا هي خربانة خربانة؟ المهم جمهورنا الكريم، ما بقي ولا حاجة إلا تكسرت فيا. رمضان كان عندي برنامج، أجزنا إجازة مرضية، يعني الشمراني لازم يكمل علي شكله، الله المستعان. أنا أرحب فيكم جمهورنا الكريم، أقول لكم أمركم لله، ما دفعتوا عني، تكفون. أي واحد يتصل اليوم يوبخوا كلكم، لا تكونوا مع الشمران، ضد الشمران، لأنه ما يستاهل. لا لا، بكيفكم بكيفكم، لا يضربني الحين يكون يسمعني.